ما بغيت تجي هذيك الفرنساوية هنا مفتشة، حنا قرينا ذوك الأنشودة ترحب بها، وقفنا حنا ذوك الربعة وقرينا ذيك الأنشودة، وهذيك الأنشودة حنا قريناها في البيرو عند مجيد بوستة، وعطانا عليها 4 دريال لواحد كجائزة، 4 دريال ما عرفتها كثر عليهم، مشات حالتها جديدة، ورقة جديدة ديال البنكة فلوس بقى عقل عليها، ولكن بحيث هاد المدرسة تاعتنا غريبة، لأن كانوا قبل منا الدراري كبر منا كانوا لي فرونسي بينيفول كيعطيهم بعض الدروس في البيرو القديم. أيه. ولا كان شد عليهم السي مجيد بوستوتا هو كيقرر الدراري الكبار، مشى عند السي زباري وحاس خون قال لي وقهرنا بالعصا، هو يدخل هو يقول لي قال لي كل بالمحجوب اعطيه العصا مالك الا الحمادي شدوا الخوم مزيان هضرت له قال لك ولد بالمحجوب ما قالش لي راه قال لك الاستاذ المولى ما كان قال لك ولد بالمحجوب بحال شي واحد زعما هادي شدوا السي البلالي هو يكرمو مزيان قال لي بدي العصا تعال زيد والثانيه هنا كان اول مكتب ديال المدرسه الابتدائيه، وكان المكتب كان بركه ديال الامريكان، كانوا صاوبوا جاوا الناس ديال لاباز امريكان هما اللي صاوبوا هذه البركه، هي اول دار ديال الاداره ديال المدير، تعاقبوا عليها بزاف ديال المديرين، تعاقب عليها مسيو ربي مسيو مدام ربي كان هو مدير وهي كتقري، جا من بعد السي حسن قديم الله يرحمه، جا من بعد السي طومباتي، السي احمد طومباتي